في يوليو 43 وقع حادث أليم جدا. دائما بيقع العظماء كثيرة جدا، إن هو خارج من بيته من المطرية بسيارته، صدمت سيارته سيارة جيش إنجليزي في تقاطع شارع سليم مع إحدى الشوارع. والأوساط السياسية في مصر انزعجت جدا، وبدأ السؤال اللي طرح نفسه، يا ترى الحادث مدبر ولا مجرد مصادفة؟ وشيء طبيعي إن الاتحاد ما توصلش لحاجة، لكن هو تأثر جدا لدرجة إنه ما بقاش يحضر الجمعية العمومية أو اجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي، وأحيانا اللجنة العليا للنادي كانت تجتمع في منزله في المطرية. في يوم 28 ديسمبر 1943 توفى جعفر ولي باشا متأثرا في هذا الحادث الأليم الذي لا نعرف إجابة عنه عن سببه حتى هذه اللحظة. توفى شيخ الرياضة وسلطانها وناصرها.